لكن كانت في ردود فعل عند الصليب. رد الفعل الأول كان في سخرية بالرب وهو معلق على الصليب. كثير من المجتازون طبعاً بيشوفوا الجريمة، يسوع الناصري ملك اليهود، كانوا يجدفون، والبعض الآخر كانوا يقولون بتهكم وسخرية: يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 أيام، خلص نفسك. البعض الآخر قال: لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب فنؤمن به. كانت عبارة عن تعييرات وشكايات ضد شخص المسيح. لكن من ناحية أخرى نرى الشيء الإيجابي، إيمان أحد اللصين عندما قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له يسوع: اليوم تكون معي في الفردوس. والشيء الثاني عند الصليب، الشيء الجميل، إنه اعتراف قائد المئة أنه بار وأن المسيح هو ابن الله.